الأهلي يغرد على القمة بفارق 17 نقطة عن جدارة ويهزم دجلة بهدفين دون رد، ويقترب خطوة من تحقيق لقب درع الدوري مبكرا. الهدف الأول كان في الدقيقة 42 من رأسية رائعة لمروان محسن من عرضية جيرالدو. يا ريت نجيبها من أولها، هنشوف إن الشناوي هو اللي لعب كرة طويلة دي. رائعة. والهدف الثاني من تسديدة ولا أروع لحمدي فتحي في الدقيقة 94. بصوا لصعوبة الكرة دي إن الكرة تحت رجله. يعني بص الكرة تبقى صعبة يا كابتن. صعبة جدا. صعبة جدا. صعبة جدا جدا. صعبة الشوطة، ومتهيألي برضو محمد عبد المنصف ما راحش قوي. بس حمدي من اللعيبة المميزين في التسديد بصراحة. هو منصف حاول عليها. ماشي، نبدأ بتحليل الهدفين. نجومنا نجوم الاستوديو التحليل. كابتن علاء. الهدف الأول اتكلمنا عليه يمكن شوية بين الشوطين، ما اتكلمش عليه قوي، لكن هو كرة من بادجي استلمها كويس قوي، كانت في مساحة كبيرة جدا عملها جيراردو. جيراردو عمل تمريرة من الناحية الشمال، هي أقل من الناحية اليمين بكتير قوي في الكورسات. مروان اتعامل معاها طبعا بحرفية شديدة جدا، واتكلمنا في الاستوديو برضه الشناوي صحيح. بص الشناوي هو اللي عمل الكورة كالعادة، صنع الألعاب بتاعنا الشناوي، عمل الكورة طويلة لبادجي في المساحة الفاضية، استلمها ولعب مع جيراردو. وزي ما كنا بنتكلم واجتمعنا كلنا قبل الاستوديو ان ده في اثنين راسين حربة بمواصفات بادجي، وطبعا تحرك ممتاز من جيراردو، كان الحاسة الوحيدة عملها في الماتش عشان بس نبقى حقانيين، دي الحاسة الوحيدة عملها طول المباراة. يعني كمان بص أيمن، التمركز الدفاعي بتاع الدجلة أربعة كتير جدا على واحد في ال 18، لكن بص وكله باصص للكوره. بالظبط، برافو عليك. لكن بص التمركز كمان، سيبك كله بص الكوره دي عادي، يعني الدنيا كلها في مصر كلها كله بص للكوره، لكن التمركز نفسه بتاع اللعيب وحش جدا جدا. يعني المفروض واحد راح يقابل رضا، ده المفروض رقم اربعه، كان المفروض يبقى مروان هو اللي قدامه، لكن مروان الخطوه اللي ورا دي اديت له الافضليه انه يشوف الكوره كويس قوي، وهي في الهواء نكملها بقى، نكمل الكوره وهي في الهواء. بص مروان ارتخاء طبعا ممتاز، وموجه الكوره كويس قوي، مساعده الكوره دي ان هي لمست الارض، لمس الارض دي طبعا اديت لها يعني قوه شويه كمان. اتفضل. بس هو موجهها للزاويه البعيده يا كابتن علي. لا، ما انا بقول لك مروان ارتخاء كويس جدا، وموجه الكوره كويس قوي في الزاويه البعيده، ولمست الارض طبعا اديتها يعني اخذ القوه زياده. هدف حلو، ومن المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها مميزات مروان وبادجي، التحرك بتاع بادجي على فكره على الجناب هايل، ولمس الكوره كويس قوي على فكره، ماتشات كويس النهارده. يمكن لو هطلع نجوم مباراه اللي هي متوسطه المستوى دي، ممكن اقول عليه بادجي. النهارده كان في واحد النهارده راجع تقريبا لمستوى محمد هاني، عمل مباراه النهارده ممتازه بعد الفتره اللي فاتت، لكن عمل مباراه ممتازه. بادجي اتحرك كويس قوي زي ما بقول لك، جيراردو الحسنه الوحيده. مروان طبعا هدف جميل جدا، بيديله ثقه اكتر اكتر واكتر. اعتقد مروان يعني رجع لحالته طبيعيه جدا، هدف حلو قوي النهارده، هيديله ثقه زياده. زي ما بقول لك يا ايمن، محمد هاني عجبني النهارده، رجوع المستوى تقريبا طبيعي جدا. هنتكلم في النقاط الفنيه من حل الهدفين كابتن محمد، وهدف مروان محسن واستعاده الثقه لمروان مره اخرى. هي يعني هدف جميل، عايز اخد منه الايجابيات بتاعته. مروان الفتره الاخيره قلنا بيمر بظروف صعبه، جاب جون الماتش اللي قبل اللي فات، النهارده بيجيب جون، كون انه بيحرز اهداف دي بتديله ثقه، وكمان يعني عايز اقول ايه، بتغير شويه وجهه نظر الجمهور لمروان. انما انا بحييه طبعا على يعني ضربه راس مميزه جدا، الارتقاء بتاعه، ركب المدافع وقدر يحطها في حته عكس جسم وعكس تحرك عكس اتجاه عبد المنصف، فهدف جميل جدا. الهدف كمان الثاني من تسديده رائعه، قبلها استحواذ ونقل للنادي الاهلي وطلعت على بادجي. بادجي برضو من مميزاته انه محطه كويسه. يعني كنت مره انت في استوديو مش اللي فات اللي قبله، واتكلمنا على الكرات اللي بادجي بيسلمها صح، وقلنا ان عنده نسبه التمرير بتاعته عاليه جدا، عالية جدا، التمريرات الصحيحه بتاعته مظبوط. فدي حاجه بتبقى بتميز الراس حربه. الراس حربه لما بتبني عليه
او بتطلع عليه بجمله وتبني عليه جمله ويطلعها صح، دي حاجه من مميزاته. فانا عجبني بادجي استلم وراح عاملها لحمدي، وحمدي يا دوبك استلام والثانيه كان حاطط وش رجله فيها طبعا رايحه. حمدي من اللعيبه اللي بتسدد من لما كان حتى موجود في بتروجيت، كنت انا في الوقت ده ما يعني كنت ماسك بتروجيت، لعيب غير طبعا مميزاته في وسط الملعب والضغط ومعدلات الجري كتيره وتغيير، يعني عنده مميزات كتيره وبيطلع في الكرات الثابته سواء الدفاعيه والهجوميه، عنده ايضا ميزه التسديد. ايوه بس كابتن هاني راس حربه مميز، والحاله النفسيه كانت اثرت بعض الشيء بعد مباراه الزمالك، ولكن في مباراتين من ثلاث مباريات اعتقد ان الحاله النفسيه لمروان محسن والروح العال المعنويه العاليه ابتدت ترجع له مره اخرى. دي حقيقه فعلا كابتن ايمن، هو باين عليه كمان حتى في ادائه قبل الماتشين او ثلاث ماتشات لما كان بيلعب مروان، كنت يعني حتى احنا لاحظناها، كنت تشوف ان هو متنشن عنده، كان عصبي جدا، كان في التحامات كانت قويه جدا على السيرتيفيكات اللي معاه، كان باين عليه وكلنا اتكلمنا ولاحظنا الموضوع ده، ان هو يعني وصل لمرحله ان هو خلاص فقد الثقه. فلما الراجل قعد ولعب بادجي مكانه وبادجي مشي كويس، وبعد كده الراجل بدا يدي المروان تاني لما نزل الماتش اللي فات وجاب جول، فبدا ثقته ترجع تاني، وبدا يخش تاني في 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 في, في جو المباريات، وبدا يخش في جو ان انت راجل مفروض سترايكر النادي الاهلي. وطبعا كلنا شفنا كميه الضغط اللي كانت عليه وكميه الهجوم اللي كان عليه. الحمد لله النهارده مروان بيقول للناس ان انا لعيب كويس، لكن دايما يا كابتن ايمن بيجي عليك وقت انت كلاعب كوره بيجي عليك وقت بيبقى غصب عنك انت مش في الفورمه، او انت مثلا في عندك مشاكل بتبان عليك في الملعب، مشاكل ممكن مشاكل بره الكوره، فده اللي احنا بنقوله ان لازم تفصل. فمروان فعلا الفتره اللي فاتت يعني اتظلم وفي ناس كتير هجمته والكلام ده، لكن الراجل النهارده بيقول للناس ان هو لعيب كويس، وان هو واحنا كلنا عارفين ان مروان لعيب كويس، لكن كان عنده فقدان للثقه. فالنهارده بنقول له مبروك على الهدف. بس انا كابتن انا عندي حاجه برضو عايز اقولها، ان مروان الكوره دي جات له في الماتش النهارده مرتين. واحده من هاني في الدقيقه 32 برضو كانت عرضيه مميزه جدا فعلا، وطلع حطها بس ما وجهش صح. نفس الكوره ده الفرق ده كابتن اللي ايه اللي بتعلم، يعني مثلا بتعلم من اخطائه بيصحح على طول، بيصحح على طول، ما بتاخدش وقت ان انت ممكن ايه تاخد وقت كبير ان انت تصحح الغلط ده. لكن هو الراجل النهارده حط الهدف الاول ما شاء الله، يعني حتى مانويل جوزيه لما كان بيبقى معانا اكيد الكباتن كلهم عارفين الموضوع ده، ان في التمرين يا كابتن ايمن بيقول لك لما كره تتلعب تحطها براسك لازم تبقى الزاويه المعاكسه للجول. بس انا بص انا عايز اتكلم على الحته زي ما كابتن علاء قال ان ايجابيه يعني، ولكن جيرالدو اتحرك كويس قوي في الحته الفاضيه دي. يعني جيرالدو 50% من الجول ده حقيقه فعلا، وبرده تحرك وعملها كويس قوي. وبرده يا كابتن تحرك بادجي طبعًا. بادجي برده تحرك طبعًا. ده مش اول مره طبعا. ويبص الشناوي لعبها له ازاي في الحته دي، بص الشناوي اهي بالظبط، يعني هي. الاستلام وادى لنفسه مساحه ان هو خلي بالك الشناوي باصص عليه اكيد طبعا، الشناوي ده مش اول مره الشناوي يعملها، وتحرك طبعا تحرك. جيرالدو هايل، وان هو الاتقان في الكروس المروان ومروان يطلع، يعني جول بصراحه هدف مميز جدا، وهدف يعني انا شايف ان هو هدف من اربع لمسات. بالظبط يعني. وعلى فكره يا كابتن الجمله دي اتكررت كذا مره، محمد هاني طبعًا. لو تفتكر مع احمد فتحي حصل كذا مره، كان تقريبا في ماتش تقريبا ماتش انبي برده نفس الكوره دي تقريبا، برده محمد هاني بيباصي الراجل اللي بادجي بيسلمه تاني بياخد التالتة، بعد كده ممكن يكونوا متمرنين عليه. ماتش الزمالك قفشه برضو. ايوه الزمالك قفشه مظبوط. فدي فعلا كورتين بادجي فدي فعلا النادي الاهلي بقى له فتره شغال عليه فعلا. ممكن دي حاجه كويسه من الايجابيات طبعا اللي بنشوفها النهارده طبعًا. وبتتكرر وبتجيب بيها اهداف يعني. لا والشناوي وصلها فعلا في المكان الصحيح. كابتن الشناوي بصراحه يعني صانع العاب، وش رجله ما شاء الله عليه يعني، مش عايزين نحسده طبعا. فماشي كويس اول الفتره دي، يعني يستاهل بصراحه الاشاده بيه يعني. محمد هاني برده النهارده ما شاء الله عليه عامل جيم كويس فعلا، احسن من الشيخ مزبوط. برده النهارده كان كويس برده، لازم ندي الناس كلها حقها. صحيح لما في حد يا كابتن ايمن بيأثر او بيبان عليه ان هو في حاجه احنا بنتكلم، احنا هنا انت في حياديه جامده وبنتكلم بما يرضي الله، ومفيش اي مشاكل مع اي حد ومع اي لعيب، فكلنا اللي بيبقى كويس بنقول عليه كويس. فالنهارده النادي الاهلي عمل جيم كويس، وزي ما كلنا توقعنا ان الجيم هيبقى مفتوح وهيبقى فيه مساحات، ده طبع وادي دجله.
تقريبا النهارده الماتش كان ماتش كويس، فان شاء الله مبروك للنادي الاهلي النقطه ال 65 ان شاء الله. انا بقى كابتن عادل سايبك للجول الثاني بصفتك ان انت كنت شويت والناس كنت من مميزين بره ال 18 في الشوط، فعايزين نتكلم على هدف حمدي فتحي وصعوبته. خلي بالك الناس مش واخده بالها ان الهدف صعب جدا. الهدف صعب طبعا، وحمدي حمدي زي ما كابتن يوسف اتكلم من اللعيبه المميزه اللي بتسدد كويس، وغير معانا الهدف الثاني اتفضل يا كابتن عادل. بيسدد كويس بيكمل في الجانب العكسي على طول، بيلعب بدماغه بشكل كويس وعلى طول رجليه واخده لل 18، ودي حاجه برده حاجه من الحاجات اللي بتدي ميزه زياده للعيب نص الملعب بالذات، لعيب 6 او 8. الكره دي طبعا قوه انفجاريه، الكره تحت رجله ما يعني ما صحيح. ما اخدش خطوات كتير ان هو يشتغلها مظبوط، والكره دي هو ده يعني ده دي صعوبتها دي احسن عادة. دي احسن ده احسن مكان في التصويب، احسن من المواجهه. هو ده صعب، ولكن هو الكره دي كده يعني ال 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 الانسب شو انسب مكان تتشاط فيه الكره دي هو هو المكان ده. بس هو كان واخد القرار بدري، هو واخد القرار، احنا كلنا واحنا يعني اول ما اتلعبت له قلنا شوط يعني حتى هو وزع لنفسه. واحنا عايزين نشوف بس عايزين نشوف كام تمريره بس، لان الاهلي في الكره دي ما فقدش خالص التمرير، عمل استحواذ كويس، عمل استحواذ كويس جدا جدا جدا. بص هنبص ودي من ممكن نجيبها من الاول، ممكن نجيبها من الاول بعد اذنكم. لا من اول من بدايه الهجمه، من بدايه الهجمه كانت الكره مع جونيور اجاييه من الاول. ادي واحده، دي كره طويله، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلي بالك كل ده استحواذ ما فقدناهاش، خمسة ست سبعة، بص التحركات ما بين ثلاث لعيبة وكان هو من هنا وبيطلب يعني تمانية بيدي مساحة لنفسه تسعة، أدي العشرة الجول، وكلها تحركات إيجابية من أربع خمس لعيبة بس. الكرة دي يا كابتن لخصت المباراة صحيح في إيه بقى؟ إن إحنا خلينا برضو منطقيين، إحنا شرحنا الأهداف وخلينا منطقيين ان لازم نبقى عارفين ان المباراه برضه هتاخد منها الحاجات الايجابيه وتاخد منها الحاجات السلبيه. طبعا اكيد الحاجات السلبيه لازم يعني مش شرط تكون عند يعني عند لعيب بعينه، ممكن تبقى حاجه جماعيه ويمكن يكون وممكن يكون ليها حلول. ايوه حلولها ان الكره دي فيها وصلات كتير، بمعنى عشان برضه لغه الكوره عشان الناس تبقى فاهمه، في كذا خط طيب. موجود. كابتن عادل بعد اذنك هنتكلم في تفاصيل اكتر، ولكن هنروح دلوقتي للمؤتمر الصحفي ومستر فايلر. بنوصل من الاسئله بقى. Un joueur qui doit jouer une autre position, c'est après un autre qui doit jouer une position qui n'est pas habitué à jouer. On a marqué le premier but avant la pause, après qu'on a raté le pénalty, c'était un bon moment de mener 1-0. Après la deuxième mi-temps, c'est clair que Patrick l'a poussé. Nous avons presque tout le temps très bien défendu et à la fin, un très bon but de Fatih encore pour réaliser cette victoire. هو الشوط الاولاني كان شوط جيد بالنسبه للفرقتين، لعبنا كوره كويسه احنا الاثنين، بس احنا طبعا لازم تلاحظوا ان كان في غيابات، الغيابات دي تسببت ان احنا لعبنا بعض اللعيبه في مراكز غير مراكزها الاساسيه، بس قدرنا يأدوا بشكل كويس وقدرنا نطلع من غير مشاكل. يعني كان الشكل العام كويس وكل واحد نجح يلعب دوره في المباراه. سجلنا طبعا ضرب الجزاء، وبعدها سجلنا جون جه في وقت مناسب جدا، جه بعد ضرب الجزاء ما ضاعت، والشوط الاول انتهى كده. الشوط الثاني طبعا وادي دجله عايزين يرجعوا عشان يتعادلوا، فضغطوا واحنا دافعنا كويس وقدرنا الماتش بطريقه كويسه، وفي اخر دقائق سجلنا جون بتاع حمدي فتحي، وعشان يبقى فوز كبير وفوز مستحق. اتفضل. احمد عصام، كنت عايز اسال ازاي المدرب تقدر تتعامل مع قرارات الفريق في وضغط المباريات الكبير دوت، ومع ذلك بتحقق نتائج جيده؟ شايف ازاي عدم الاعلان عن باقي جدول مباريات الدوري؟ Une question, la première question, comment vous avez géré l'équipe vu la possession des matchs consécutifs, le calendrier est surchargé. Deuxième question, et quel est votre avis? Vous savez pas, toujours maintenant le calendrier des matchs, les prochains matchs, vous ne savez pas, il y a toujours les matchs d'Afrique, comment vous faites tout en ne savant pas les matchs de Je donne une réponse, tous les deux, dans une réponse, moi je m'occupe tout le temps de ça, que je peux influer. Alors, je prépare tout le temps le prochain match et pour ça, je n'ai besoin pas des autres informations.
هو هيجاوب، بيقول هيجاوب السؤالين في سؤال واحد. انا ما بحبش دايما اتكلم في حاجه ما اقدرش اثر فيها او اغير فيها. انا بعد مباراه بمباراه، ولو ما عنديش معلومات ما بيهمنيش، انا بشتغل في المحتوى بالمعطيات اللي قدامي. استاسيون بور لا فيكتوار. سؤال، كيف كيفيه التعامل مع الاصابات؟ كيفيه التعامل مع الاصابات وازاي بيعمل تمركزات للعيبه؟ في لي بليسي جو كول جو بليسي ليكيب كومون زاريفي ا جيري لا بوزيسيون دو شاك جوار دو نو بوزيسيون كومون فات سا. Ça, c'est quelque chose que je trouve c'est très important aujourd'hui dans le foot. Hein. Il faut avoir la compréhension comment le jeu fonctionne. Ça veut dire qu'il ne faut pas que jouer la position qu'on a. Il faut aussi comprendre les joueurs à côté de moi, comment ils font jouer. Comme ça, c'est plus facile d'anticiper des actions. Et si on a des problèmes comme on a actuellement, et oui, je plainte très jamais, très rarement des choses... comme des blessures, ce sont des joueurs qui doivent être capables de jouer des autres positions. Ce sont des choses, des autres automatismes qu'on va s'entraîner pendant la semaine. هو بيقول هو الكرة القدم المفروض دلوقتي، انا شايف كرة القدم الحديثة المفروض كل لاعب بيلعب يجيد اللعب في اكتر من مركز، وانا لعبتي بشتغل معاهم كل واحد يعرف يلعب في اكتر من مركز ويجيد اللعب في اكتر من مركز بشكل جيد، وده بيخليني يساعدني لما يكون في موقف زي اللي احنا فيه ده وفي مصابين، بقدر العب لعيب تاني من مركز تاني في المركز ده وهو عارف واجبات المركز وبيلعب بيؤدي بشكل جيد. في استاسيون بيكتوار. النهارده والاهلي حضرتك ان في تقارير شبه مؤكده حول تاجيل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لاكتوبر بدل سبتمبر، شايف القرار دوت هيطبق اكيد الاهلي الفتره اللي جايه ولا لا؟ في استاسيون بول فيكتوار بول سيزون دي فيكتوار كونسيكتيف اللي هي ديسيزيون بريسك سيرت كو لو ماتش دو ديمي فينال دا كوب دافريك لا ليغ دي شامبيون سوا ريبورتي دو سبتمبر او اكتوبر، اسكو سا سرا بول. Non, je répète la même chose que j'ai déjà dit. Je prépare toujours avec l'équipe le prochain match. Il faut toujours avoir le focus de ça qu'on sait. Et tout le reste, on va prendre comme ils vont décider. Après, je suis sûr, nous allons être prêts. زي ما بيقول حياتك، زي ما قلت قبل كده بجاوب تاني، بقول انا دايما بشتغل بعد مباراه بمباراه، ماليش دعوه بالحاجات اللي ما اقدرش اثر فيها، وبشتغل ماتش بماتش. بعد كده لما يجي القرار يتاخد انا هكون جاهز ومتاكد هكون جاهزين، سواء هنلعب سبتمبر او في اكتوبر. كابتن عادل، كنا بنتكلم قبل المؤتمر ولكن لينا تعليق على كلام مستر فايلر، ولكن نتكلم الاول على الهدف بتاع حمدي فتحي. الهدف في تمرير كتير وده نتيجته ان بقى في وصله جوه الملعب. دي اللي كانت ما كانتش موجوده في الشوط الاول وجزء كبير لغايه تغيير وليد سليمان وجيرالدو. ايوه، ال 4 4 2 ليها مميزات وليها عيوب. عيوبها ان انت كان نص الملعب متاخد منك بشكل كبير جدا، وده واضح في الاستحواذ الشوط الاول وواضح في استحواذ الشوط الثاني. لو جينا عملنا استحواذ اخر الوقت اللي نزل فيه وليد سليمان واجايه لما لعبنا واحمد فتحي، الامور اختلفت شويه. صحيح. وده الوقت اللي دخل اللي جه فيه الجول. يعني كره الهدف دي ما اتكررتش خالص طول الوقت في المباراه. كل الكور المكرره كره طويله من الشناوي على طرف على الجناب، او كره بيستلمها الشيخ او جيرالدو على الجناب ويطلع باك يبقى موجود، لكن ما فيش لعب كتير جوه الملعب. صحيح. وده اللي حصل في كره الهدف الثاني. أيه. ده ملخص المباراه. فده برده انا شايف ان هو احنا برضو مفروض واحنا شغالين نقارن بين الوقت ده عامل ازاي والوقت ده عامل ازاي. في فرص جت على الاهلي او في فرص جت على الاهلي محتاجه تتعالج ومحتاجه يتراجع عليها بشكل كويس. في حاجات جيده موجوده ان احنا موجودين في ان انت بتشتغل عرضيات كويس وبقى في تسجيل من مروان ومن وبرجي بيشتغل كويس فيها، بس امتى يعني تركيب الحاجات دي امتى؟ ابدا بايه وانهي بايه؟ هو ده برضو حاجه مهمه جدا. انا محتاج ان انا هل الوقت اللي انا محتاج امسك فيه كوره هو اللي في الاخر، ولا ان انا ابدا من الاول عشان يبقى عندي الفرقه واقفه على رجليها طول الوقت؟ خد بالك 4 4 2 دي من اصعب الطرق في الجري وفي ان انت في الملعب. دفاعيا صعبه جدا. مزبوط. وهجوميا صعبه جدا، ان انت بتلعب اثنين في نص الملعب مساحه كبيره جدا عليهم، والاثنين في نص الملعب دول منهم واحد مش لعيب في حاجه الملعب. كمان بدون قطع كلامك، ان انا بلعب باثنين في نص الملعب منهم واحد يمتاز اصلا بلعيب نص ملعب. بالزبط. مش لعيب نص ملعب. هي بالزبط. كويسه لو انا بلعب لو هلعب بالطريقه دي يبقى العب 4
واحد 3 2 الثلاثة 2 دول او 3 1 2 يعني الثلاثة اللي في نص الملعب دول لعيبه نص ملعب ما يبقوش وينجين لا وينجين كتير مع لعيب ديفندر واحد وفي لعيب رقم 10 اصلا فصعبه هي كويسه بقى وانا شايف ان هو لو تركيبه بادجي ومروان دي الراجل مقتنع بيها جدا ليه ما العبش 4 3 1 2 واستغل وليد سليمان او قفشه واحد من الاثنين واستغنى عن الاطراف دي والعب بلعيبه نص ملعب ما فيهاش حاجه دي تركيبه زي مباراه تركيبه الزمالك تركيبه مباراه الزمالك اتلعبت 4 3 2 1 بس قفشه بيلعب على بيدافع من بره الملعب دي طريقه مناسبه انا شايف دي طريقه مناسبه بس محتاجه حفظ كتير ان واجباتها الدفاعيه مركبه ومعقده وصعبه سعاد دلوقتي لسه مش متوفر الاثنين اللي هيلعبوا في وسط الملعب اللي هم يبقوا 8 يروحوا ويجوا فاهم قصدي ازاي يعني لو لعبت ب 4 3 1 2 وليد سليمان هيبقى تحت هيبقى تحت الراس الحربة عندنا السوليه لما يرجع السوليه ايوه عندنا السوليه وديانج وحمدي حمدي انت لو احنا بنفكر هنا بقى اللعيب الثمانيه اللي هيروح ويرجع ديانج انا ما اعتقدش يقدر يعملها ماشي ديانج لعب 6 انت محتاج ديانج لعب 6 وحمدي والسوليه برضو يعني مش عارف انت محتاج مواصفات زي مين السوليه ممكن يعملها كريم نيدفيد لو سليم يعملها لك كويس جدا محمد محمود لو موجود يعملها يعني في مواصفات لعيب اللي هو ممكن يعملها اللي هو يعني يقدر يروح على البوكس ويخلص بس حمدي ممكن يعملها على فترات بس مش على الاقل هتبقى موجود خد بالك الثلاثه دول تكملتهم برده مش هتبقى بالشكل الكبير ان الثلاثه دول تامنهم اكتر للباكين الباكين هيبقى ليهم دور اكبر في الطريقه دي والاثنين والواحد تحتهم خد بالك دي اكتر وقت الاهلي كان فايق فيه جدا وقت اللي كان فيه ابو تريكا وفلافيو ومتعب لما كانوا بيلعبوا ثلاثه مع بعض بس العناصر مختلفه مش معترض خالص وفي فرق في الامكانيات خلينا صراحه وفي فرق في التاريخ ان هم الوقت الثلاثه دول اخذوا وقت كبير جدا مع بعض بس انا بقول ليه لا طالما هلعب باثنين ملعب تحتهم وليد سليمان او العب تحتهم قفشه وهم الاثنين يتبادلوا الادوار دي طالما انا عمال اجيب قفشه واديه ناحيه اليمين واجيب وليد سليمان واديه ناحيه اليمين وبعد كده اجيب حد تاني بمواصفات هجوميه بس ناحيه يمين او ناحيه الشمال فليه لا انا شايف ان هي طالما احنا دلوقتي في وقت تجربه انت بتجرب وفي حاجات كتير جدا بتتجرب ليه لا ليه ما اخدش جزء في المباراه تجربه فانا شايف ان مهم جدا ان لازم يكون فرقه الاهلي الفرقه الكبيره لازم يكون عندك الوصله او الربط بين الخطوط 4 4 2 ما فيهاش اي ربط بين الخطوط لا دفاعيا ولا هجوميا طيب هو هنكمل كلامنا ولكن هنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ولقاء مهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان مليون مبروك لحضرتك مليون مبروك لضيوفك مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ثلاث نقاط غاليين جدا على فريق دجله العنيد فريق دجله الرخم بلغه الكوره مع مدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سيد مليون مبروك بلغه الكوره ماتش رخم النهارده بس الحمد لله الاهلي لها 3 بونت غاليين جدا بيقربنا خطوه كبيره جدا من حسم اللقب الحمد لله طبعا ازيك انت وتحياتي للكابتن ايمن وكل اللي في الاستوديو مباراه من اصعب المباريات واهم المباريات كمرحله يعني فرقه وادي دجله عندنا في حساباتي بقى لهم سنتين او ثلاثه من اصعب الفرق من وجهه نظري انا الشخصيه في المواجهه يعني فرقه عندها ثقه عندها لعيبه بتجري كتير جدا عندها تحضير كويس جدا بيلاقوا بعض بشكل كويس قوي تحركات في منتهى الروعه يمكن لو في شراسه اكتر شويه على الجول في اي مباريات بيلعبوها ممكن يبقى نتيجتهم اكتر من كده لكن من الفرق اللي انا بعمل لها حساب شديد جدا فرقه محترمه جدا يعني عندنا مباراه يوم الاثنين مع الحرس مفيش وقت خلاص توالي المباريات وربنا يستر على الاصابات طبعا فرقه الحرس كمان مع كابتن حليم والمجموعه ككل وعاملين شغل طبعا كويس وهناك في اسكندريه والفرق الزمني ما بين المباراه والمباراه الثانيه يعني قليل شويه اتمنى بس ان الجدول يجي لي اللي بعد مباراه الحرس هتبقى يوم كام يعني اتمنى ان يبقى بكره ولا بعد ان شاء الله لكن استعدادنا ليها واهميه المباراه زي اهميه دجله بالظبط يعني ممكن افريقيا اللي مؤخر تخلي اتحاد الكره مش عارف يبعت الجدول لحد احنا سمعنا اشاعه ان افريقيا احتمال تاجل مباراه لشهر 10 قد يكون يعني قد يكون برضو اتحاد الكره في حساباته مين المباراه هتتحدد ولا لا بشكل مؤكد ولا لا يعني او هيتم تاجيلها ودي برضو لغز الحقيقه يعني احنا بنعرف المعلومات دلوقتي من الصحف من الصحف المغربيه يا ريت السوشيال ميديا مثلا يعني او توقعات احنا بنعرف من الصحف المغربيه او المسؤولين في المغرب وده لغز الصراحه شديد جدا يعني حتى لو في اتجاه او في قرار مؤجل ولا حاجه المهم ما يبقاش معلن يعني لان انت بتتكلم على اطراف للمنافسه او اطراف للمباريات يعني
فانا مش فاهم ده مش اول مره ولا تاني مره، ده مرات كتير جدا بتتعرف الاخبار قبلها بكتير وبتتناول هناك بشكل كويس، وحتى الجدول لما بيتحط في الجدول المغربي يعني بيبقى كأنه تاكيد او تصميم او اثبات حاله يعني. فمش عارف الصراحه ده لغز شديد جدا يعني. قريت اللي ديانج هرب وانا صدقت الكلام اللي اتقال، لقيته النهارده في القايمه وبيلعب كمان. ازاي يا كابتن؟ هرب امتى ورجع امتى ولعب امتى واتمرن امتى؟ النهارده في خطا اداري واضح قولا واحدا، خطا اداري واضح، الهدف الاول خطا اداري واضح، الهدف الثاني هدف قولا واحدا يعني. لا يعني اي واحد بيكتب او اي واحد يعني بيسمع حاجه وعايز يضرب في شخص ولا يضرب في مؤسسه ولا يضرب في نادي هو حر يعني. يعني لو هو ده قابله على ضميره وقابله على شخصيته وهو بيبص في مرايته فبيحترم ذاته وشخصه يعني خلاص دي بتاعته يعني. لكن انا ما بزعلش من الكلام ده خالص، ومش عايز اقول ما فيش تاثير عليه، لكن خلاص انت عايش في اجواء لابد ان انت تبقى متوقع بين اللحظه والثانيه حاجه هتتعرض عليك او حاجه هتتعرض ليها، فلازم تكون ثابت يعني. وينفع ديانج يجي من السفر ويلعب ازاي؟ مش المفروض هرب ما نجيش؟ انا بقول لك يعني هو اي حاجه حتى لو النهارده يعني حصلت حاجه مثلا في مطار تركيا محدش يعرف مثلا. اوكي هو جه من باماكو لاسطنبول ومن اسطنبول على مصر يعني. لو حصل لو المعلومه دي مثلا اتعرفت ولا حاجه كان قال لك ده خلاص ده سافر على تركيا. يعني زي ما قلت لك يعني ما فيش مشكله خالص طالما انت راجل في الشغل العام يعني لازم تتحلى بالصبر زي ما بيقولوا، اتنين ان يبقى عندك ثبات في المدح او الذم يعني. قعدت مع حضرتك كابتن سيد على الجرأه وعلى اجاباتك الصريحه وما تزعلش مني، وعاوز اسالك سؤال مركب شويه. أول حاجة في هجوم وتربص شديد بحضرتك من أهلاوية قبل أي منافس، دي حاجة. الحاجة التانية مشكلة عادية في أوضة اللبس ما بين اتنين لاعبين عادي جدا خالص، حصل بقى سيناريوهات وحكايات ودنيا وقصة، فين الحقيقة؟ وليه التربص بيك؟ وإيه موضوع كهرباء؟ يعني بص يعني يمكن أنا مش عايز أقول المفروض شخص أو اللي بيتعرض شخص أو رئيس نادي أو مدير كورة أو لعيب أو هو الهدف النادي، الهدف الأهلي يعني. لكن انا الحقيقه كان عندي خيارين او عندي طريقين او عندي حلين في موضوع كهرباء. الحل الاول ان انا يعني ممكن اجيب صبحي ومنتصر والشله اللي هناك دي، وبعد كده اعمل فيديو واقول يا جماعه كان في تمرين وهم يعني اعزمهم في بلكونه وهم ماشيين كمان اديهم وجبه يروحوا بيها، وبعد كده اجيبهم في فيديو والناس كلها تتفرج علينا، وبعد كده اقول لهم حصل مشكله النهارده يقولوا لا 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 ويحلفوا على المصحف ان ما حصلش مشكله، بل ممكن يحلفوا على المصحف اصلا ان ما فيش تمرين اساسا يعني. ده كان حل. الحل الثاني ان انت تقابل موقف بمنتهى مش عايز اقول الشجاعه لان ده عادي طبيعي جدا في العالم كله ممكن تحصل مشكله تتعرض ليها او تقابلها، كيفيه الحل بتاعها، واصلا شعبيه الاهلي او قوه الاهلي او قيمه الاهلي جت من الازمات اساسا يعني او جت من المشاكل، ومدى تصديق ليها او مدى وضوحك ليها او مدى قوتك ليها، ده اللي انا اتربيت عليه ومش هغيره اصلا يعني، مش هغيره اطلاقا مهما كان. على الاقل اللي انا لو مشيت بكره يبقى قدام مرايتي او قدام ولادي او قدام شخصي انا بحترم شخصي وبقدره يعني. حتى من باب الحاجات اللي هي يعني تخليك تقول يا يعني الناس دي بتنام ازاي يعني. يعني امبارح مثلا يعني في مراسل بيسال مسؤول في نادي تاني خالص، مراسل فيقول له ايه رايك في مشكله الكهرباء اللي هو في نادي تاني، والمسؤول ده في نادي تاني ملوش في كوره اصلا، والمراسل ده في قناه تانيه خالص يعني، والمسؤول ملوش في كوره اساسا لا يعني. فاللي يقول له ايه رايك في موضوع الكهرباء فيرد، وقبلها بيوم مذيع في قناه تانيه خالص يجيب ابو الشخص ده اللي هو رئيس النادي ده تمام يقول له ايه رايك في موضوع الكهرباء، وسيد عبد الحافظ لما يجي يتكلم بارقام او سؤال ايه اللي يخليك تتكلم على النادي مش بتاعك، ما تخليك في النادي بتاعك، لكن معانا احنا انت مباح قول اللي انت عايزه، المذيع او المراسل يتكلم على النادي الاهلي براحته جدا، المسؤول يتكلم عن النادي براحته جدا، ولما ترجع للاستوديو التحليلي المذيع اللي هو بيقول لنا بيوجه لنا الاسئله ما تخليك في النادي بتاعك يعمل نفسه مش واخد باله، بل بالعكس ده يكمل على الحوار. طب ايه رايكم في راي فلان الفلاني اللي بيتكلم على مشكله ثانيه او حدوته ثانيه في حته ثانيه؟ فده بيدلك الاعلام ماشي ازاي. يا راجل ده من سطحية المسؤول، من سطحية المسؤول قال لك احنا بنعيش احلى ايام حياتنا، يعني بيعيش احلى ايام حياته وهو الفرق ما بينه وما بين الاهلي 20 نقطة، احلى ايام حياته. امال لو رحت معايا كاس العالم للانديه مثلا، امال لو قعدت في اوتيل واحد مع بايرن ميونخ مثلا، امال لو كان في يعني مؤتمر فني يعني اللي قاعد قصادك مثلا ريال مدريد او برشلونه هتعمل ايه؟ يعني لو ركبت طياره او كنت مثلا في الحفلات اللي في افريقيا كاحسن نادي او مرشح لاحسن نادي هترمي نفسك من البرج؟ يعني هتبقى فرحتك عامله ازاي؟ والمذيع اللي بيساله ده يعني المذيع اللي بيساله يقول اه فعلا
صح برو. ده انتوا اتغيرتوا خالص، انتوا عملتوا كده ازاي؟ والفرق بينه وبين الاهلي 20 نقطه. الفرق ما بينه وبين الاهلي ان هو بياخد الدوري 5 سنين. المذيع ده اللي بياكد على كلامه، المذيع ده قبلها باسبوعين ثلاثه مثلا يقول لك ايه، الاهلي تعادل مع الانتاج، فين الاهلي؟ رجعوا لنا الاهلي، الاهلي راح فين يا جماعه؟ الاهلي تعادل ماتش، الاهلي تعادل مباراه، ما كانش بيحصل كده. وانت 5 سنين دوري، وفي الاخر عشان يختمها يعني يقول لك ايه، انا اهلاوي. لما تسالوني تقول لي انا اهلاوي، انا بنتمي للاهلي، انا بحب الاهلي. اعتقد ان يعني الفرق يعني شاسع جدا في سطحيه الفكر، سطحيه الفكر. بقالك 16 سنه بتاخد الدوري خسرته مره واحده، 16 سنه والناس بتقول لك رجع لنا الاهلي، الاعلام بيقول لك رجع لنا الاهلي، 16 سنه خسرته مره واحده. اخر 5 سنين انت بطل الدوري، الفرق ما بينك وما بين المنافس اللي هو المسؤول ده بيقول لك انا هعيش احلى ايام حياتي. يعني اخر 6 سنين المنافس ده مش التاني بتاعي اصلا، يعني سموحه، الاسماعيلي، المقصه، النهارده انت بتحارب على المركز التاني اللي ما كانش بيحارب عليك، بيحارب معاك حد. ومع ذلك لا، انت اللي المفروض تبقى احسن نادي وانت الافضل. وانت عملته كده ازاي؟ الاستقرار عملته ازاي؟ عملت ازاي يعني فرق بيني وما بين الاول يبقى 20 نقطه وابقى انا عايش احلى ايام حياتي؟ الحاجه الرابعه بقى اللي يعني انا يعني كام نقطه كده الحقيقه بقى لي كام يوم مستغربها جدا، حتى الناس اللي انت يعني كنت بتسمع لها بمختلف ميولها او انتماءاتها او تصرفاتها، العقل راح. يعني العقل ده راح، العقل راح بجد. يعني يقول لك ايه، من ساعه ما رجع الفار او بدا الفار الاهلي ترتيبه في الدوري الرابع. الاهلي من ساعه ما رجع الفار خسر 5 نقط، الانتاج ثم الزمالك، يعني خسر 5 نقط. اقل فريق خسر نقاط هو الاهلي، مع ان انا كنت يعني بقدر دماغه وعقليته حسابيا وفكريا وعقليا ورقميا. فيقول لك الاهلي الرابع، طب انا اساله سؤال بقى، تمام، مين الفرقه الوحيده في مصر اللي من ساعه الفار ما اتعمل ما خدتش ولا بينالتي؟ ولا بينالتي المنافس الفرقه، لا الفرقه من غير ما تسمي حد، مين الفرقه اللي ما تحاسب لهاش ولا بينالتي؟ انا هحسب لي 3 ضربات جزاء، والنهارده مثلا اتلغى لي جول بسبب الفار. يعني ممكن لو الفار مش موجود كنت اتعادل النهارده، تمام. وحتى في ماتش الزمالك ده كان ليه بينالتي صراحة 100%، يعني الفار حسبه او الفار اكده والراجل التشيكي ده لغاه. يعني فالحسابات والعقليه غريبه جدا. يعني اخر حاجه عايز اقولها يعني لانها يعني اتقالت عليا شخصيا، وانا يعني مش مساله انا بقول حاجه والناس تطلع في الاستوديوهات او الناس تقول انت بتتكلم في الموضوع ده ليه، طالما مسني شخصيا انا هكلمه او هكلم. طالما مسني شخصيا، في رئيس نادي بيقول لك يعني اللعيب اللي عندك ضربك بالقفا، قال ضربك بالقفا، مع صعوبه ومستحيل الكلام ده يحصل عندنا يعني، لكن انا ما استغربتوش لما طلع منك الحقيقه. يعني لان اكتر واحد يحس بوجع القفا هو انت، لان احنا شفناك قدام مصر كلها ضربت بالقفا. 2 في مصر يحس بوجع القفا، الراجل ده وستاموني، لان ده اتضرب عليه وستاموني غنى له. بس شكرا كابتن سيد. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا الخاص والحصري مع مدير الكره بالنادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي وضح فيه امور كتيره جدا تخص فريق النادي الاهلي. مليون مبروك كابتن ايمن، مليون مبروك لضيوفك، عوده ليك من جديد، اتفضل. كلام مهم من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن هو كلم ان الارقام كلها في صالح النادي الاهلي، وان النادي الاهلي من المنافسين بيتلقى هجوم غير مبرر. ولكن في نفس الوقت او في نفس التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه يمكن حصل ردود افعال غريبه من المنافس، وبرغم ان الفارق 20 نقطه ولكن حدث تصرف غريب جدا، وهو اعلان اعتقد ان نادي معين قال ان هو مش هيستكمل الدوري بسبب بعض الاخطاء اللي حصلت النهارده، ده على حد قوله. انا مش عارف هو كلام الكابتن سيد طبعا بيتكلم يمكن هو بعصبيه او مش بعصبيه، هو بيتكلم على الحمله اللي هي ضد النادي الاهلي للفتره ديت، ويمكن هو بيتكلم من جواه على اساس ان هو جوه الحدث نفسه، ولكن هي فعلا حمله منهجه. واحنا اتكلمنا في الكلام دوت في الموضوع دوت قبل بدايه المباراه، واتكلم فيه ضيوفنا نجوم التحليل كلهم، واتكلمنا يمكن بتوسع اكتر ان الحمله ممنهجه ودي مش هتاثر على النادي الاهلي. كابتن هاني، قبل ما نروح للكابتن عادل، كان عندك تعليق على كلام الكابتن سيد حبيب؟ لا طبعا، انا طبعا يعني كابتن سيد باين ان هو فعلا عصبي جدا ومشدود طبعا من الحمله اللي بتحصل ومن الكلام اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، وكلنا شايفين ان الحمله من كل الاتجاهات، يعني اذا كانت اداره او اذا كانت لعيبه او اذا كانت مدير كوره او اذا كانت حتى
برضو مستر فايلر برضو مسكوه فترة برضو ان هو الراجل لما سافر ان هو مش راجع تاني. حتى أليو ديانج لما سافر برضو الكابتن قال لك ده هو هرب وراح معرفش نادي ايه. فيعني كل اللي بيحصل ده مالوش معنى غير حاجة واحدة، ان فعلا النادي الاهلي يا جماعة بيتحارب بيتحارب وبيتحارب بقوة جدا. يعني مش موضوع بس غالبالك انت بتتحارب كمان وانت فارق عن اقرب المنافسين 20 نقطة. يعني دي حاجه تجنن، يعني دي حاجه تجنن. زي ما الكابتن سيد قال برضو انت بقالك اكتر من 13 سنه بتاخد الدوري، خسرت دوري 2015 بس تمام، والخمس سنين اللي فاتوا بتاخد الدوري، ولما بتخسر ماتش واحد من المنافس بتاعك بيقولوا عليك ان انت النادي وقع والنادي فيه مشاكل والنادي مش عارف ايه. حتى مشكله كهربا يعني حصلت مشكله، وده وارد ان يحصل مشكله بين اي لعيب والتاني، لكن الموضوع كبر زياده عن اللزوم. ودي المشكله يا كابتن ايمن اللي احنا لازم نتاقلم عليها دلوقتي، ان اي حاجه في النادي الاهلي لو شكت دبوس في الاوضه او في اي مكان في النادي الاهلي بيجي اسم النادي الاهلي فيه هتلاقي فيه البلبله دي كلها وهتلاقي فيه المشاكل دي كلها. فلازم كلنا نبقى عاملين احتياطاتنا وعارفين ان الحمله باينه جدا قدام للناس كلها، وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي عارف كويس قوي اللي بيحصل وشايفين قوي كويس اللي بيحصل. وطول ما جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن موجود في ظهر مجلس اداره وظهر لعيبته وظهر الجهاز الفني اعتقد ان محدش هيقدر يمس النادي الاهلي باي حاجه. هنرجع نكمل كلامنا مع الكابتن عادل، ولكن بعد ما نروح لزميلنا شيف شعبان في ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن وليد سليمان. ثلاثه بونت غاليين جدا. اكيد الحمد لله احنا عندنا هدف وشغالين عليه، ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي ومبروك لكل المسؤولين واللعيبه والجهاز الفني. الحمد لله احنا شغالين وقدامنا كده ان شاء الله اربع ماتشات وننهي الدوري ان شاء الله، وقدامنا مشوار تاني افريقيا باذن الله شغالين عليه، وان شاء الله باذن الله نحقق افريقيا باذن الله. ماتشهم الاثنين صعبه جدا مع حرس الحدود في اسكندريه، وبكره في تمرين والسفر بعد بكره. اكيد ما هو في ضغط وهي كره كده، احنا ان شاء الله زي ما قلت لك احنا شغالين وعارفين ان في ضغوط علينا الفتره دي، يمكن وقت الراحات قليل جدا، لكن الحمد لله الناس كلها تستعد وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا على الماتش الجاي. افريقيا مش فارق معاك يتاجل يتلعب؟ مش فارق معاكوا لعيبه اهلي؟ والله مش موضوع فارق معانا، احنا في الاخر احنا فارق معانا ان احنا ربنا يكرمنا ووفقنا. هنلعب دلوقتي نلعب بعد فتره، احنا بنشتغل على البطوله ومركزين ان شاء الله باذن الله. وليد يبدا وليد يقعد، تعليمات بتسمعها وبتنفذها وبتنزل تنفذ المطلوب منك من فايلر؟ اكيد انا الحمد لله انا لعيب موجود في الفرقه تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. انا يعني مش عايز اقول لك انا بشتغل والحمد لله بتعب ومتواجد في اي وقت، يعني حتى ما بتفرقش معايا يعني قوي يعني. اليوم مبروك عليك. الله يبارك فيك حبيبي. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع حاوي نادي الاهلي الكابتن وليد سليمان، عوده ليك من جديد اتفضل. شكرا الزميل شيف شعبان. كابتن عادل كنا بنتكلم ومعلش طلعنا مرتين، اتفضل يا كابتن. انا كنت بتكلم على الفرق بين الفتره اللي الاهلي لعب فيها بواحد تحت راس الحربه براس حربه واحد، واتكلمنا على الفتره اللي الاهلي لعب فيها براسين حربه ودي مميزاتها وعيوبها. ومهم جدا انا شايف في نقطه بس انا وجهه نظري يعني ان في الوقت اللي ما يكونش الاداء فيه احسن حاجه خلي الامور اسهل شويه. الكوره كتير لما تبقى في رجلك بتدي ثقه اكتر للعيبه. كلمنا لما قفشه لما لعب المباراه اللي فاتت، لما نزل المباراه اللي فاتت لعب رقم 8 والكوره جت في رجله كتير كان من احسن لعيبه في المباراه. فانت محتاج ده دلوقتي، محتاج ان الكوره تبقى في رجلك كتير. الاستحواذ حتى لو سلبي اكتر من اكتر الحاجات اللي بتدي ثقه للعيبه، حاجة مهمة جدا الاستحواذ ده. حتى لو ما بتروحش للجون بس طول ما الكرة في رجلك انت بتاخد ثقة، بتنظم كمان كم الجري بتاعك. ال 4 4 2 فيها كم جري عالي جدا وما فيهاش تنظيم، ما عندكش بلاي ميكر جوه الملعب ينظم لك اللعب. لو جبت شفت المباراة النهاردة هتلاقي المباراة في وقت من الاوقات اتكلمنا في نقط الكرة نص فرقة هنا ونص فرقة هنا، اذا كان دجلة او الاهلي اللعب سريع جدا. فانت محتاج في وقت من الاوقات لما يكون في ثقة هربانة شوية من بعض اللعيبة. احنا بنتكلم ان احنا عايزين نوصل لمرحله لاحسن مرحله. احنا مش بنتكلم ان احنا لو 50% او 60% نبقى كويسين، لا احنا بنتكلم ان احنا عشان نوصل لاحسن مرحله. فانا شايف ان لازم يكون في لعيب رقم 10 موجود في الملعب، حتى لو هتلعب بفرودين لازم يكون في لعيب رقم 10 اللي اتكلمنا فيها مع كابتن يوسف، اللي لازم يبقى في ثلاث لعيبه في نص الملعب. او لو هتلعب بال 4 2 3 1 او 4 3 3 لازم يكون، لو 4 2 3 1 لازم يكون عندك راس حرب، يعني حد تحت راس الحربه يكون في بينظم اللعب وبيعرف يعمل ريتم المباراة. أيوة. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نشتغل عليها الفترة الجاية بإذن الله. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي ولكن بعد هذا الفصل.
نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وعندنا الاحصائيات بالنسبه لمباراه اليوم. النادي الاهلي نسبه الاستحواذ 44 ووادي دجله 56. النادي الاهلي تسديد على المرمى 8 من 13 تسديده، ووادي دجله كره واحده من 3 تسديدات. يعني هنا الاستحواذ لا يعني شيء. ركنيات هنا 7 هنا 1. النادي الاهلي 302 تمريرات صحيحه. النادي الاهلي 284 تمريره هجوميه، ووادي دجله 255. برضو هنا الاستحواذ لا يعني شيء. التمريرات الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي برغم استحواذ دجله الا ان التمريرات الهجوميه للنادي الاهلي اكثر من التمريرات الهجوميه لوادي دجله. تمريرات باتجاه منطقه الجزاء، النادي الاهلي 27 تمريره باتجاه منطقه الجزاء، وادي دجله 4 تمريرات. الاهداف طبعا هدفين للنادي الاهلي وصفر لوادي دجله. كابتن محمد، بالرغم من نسبه الاستحواذ الا ان هو فوز مستحق للنادي الاهلي، واعتقد ان احنا راضيين نسبيا عن اداء النادي الاهلي عن المباريات اللي فاتت. هو انا عايز اتكلم بس في حته الاستحواذ، لان الاستحواذ مش هدف، يعني هو وسيله من الوسائل اللي انت بتقدر تفوز بيها. انما مش كل الفرق بتلعب استحواذ، وممكن يكون نوعيه اللعيبه سلبي. نوعيه اللعيب طبعا ممكن يكون استحواذ سلبي، وممكن يكون نوعيه اللعيبه اللي انت بتحطها انت مش محتاج ان انت تستحوذ. انا محتاج مثلا ان انا العب الكره على قدام واحط الكره على الجناب الملعب عشان اعمل عرضيات، زي الهدف اللي اتعمل من جيرالدو لمروان محسن، خصوصا انت بتلعب بفرويدين. فالهدف هو وسيله مش هدف لوحده، حته الاستحواذ يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف اداء زي ما انت قلت برضو، الاداء فيه تحسن بالنسبه للنادي الاهلي. الحته البدنيه فيها تحسن. لو انت بصيت على اهداف النادي الاهلي هتبص تلاقي في اخر ربع ساعه فيه عدد كبير جدا من الاهداف. النهارده النادي الاهلي بيحرز هدف في الدقيقه 94، فده دليل ان انت عندك القدره باستمرار على ان انت تفرض اسلوبك، وان انت تهاجم، وان انت عندك رغبه او عندك يعني عايز تزود الهدف بتاعك بهدف اخر. لو 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 النواحي الدفاعيه احسن النهارده من الماتشات اللي فاتت. النهارده النواحي الدفاعيه انا شايف ان مفيش يمكن غير فرصه وحيده فقط لغير الكره اللي هي اتسقطت الشوط الاول، ورامي اتاخر الى حد ما شويه في ان هو يروح لها. كان المفروض رامي يقطع الكره دي قبل ما الراجل يعملها، لكن الشناوي انقذ الكره دي. بس ده باستثناء دي، يعني دجله ما لهاش فرص على النادي الاهلي. ياسر ورامي ربيعه مع ايمن اشرف، النهارده انت برضو ايه حاطط حته صلابه شويه، حته صلابه دفاعيه، ولو ان انا كنت اتمنى ان وحيد محمود وحيد محمود وحيد كان ياخد فرصه في الجنب الشمال، عشان تبقى انت مامن عندك الخطوط بتاعتك، مامن لاعيبتك. لا قدر الله ممكن يحصل حاجه لعلي معلول، يحصل حاجه لمحمد هاني، يبقى عندك فتحي، عندك محمود وحيد، يعني قصدي يبقى حاطط الاحتمالات كلها قدامك ومطمن على جميع اللاعبين. لكن انا شايف ان النادي الاهلي ادى مباراه يعني ممتازه، بيوسع الفارق طبعا ما بينه وما بين المركز الثاني يعني تقريبا 17 نقطه، وفي نفس الوقت كمان الاقوى يعني واخد كل التفوق، اقوى خط هجوم 58 هدف، اقوى خط دفاع تلقى بس 8 اهداف. النقطه كمان اللي عايز اشيد بيها، ويمكن دي قلناها من استوديوهين ثلاثه، قلنا ان حمدي فتحي هيبدا، كان احرز هدف، هيبدا ياخد ثقه، وفعلا يعني النهارده شايل وسط الملعب لوحده في الحته الدفاعيه. صحيح. معدلات ضغط مميزه جدا، وفي نفس الوقت كمان التسديده اللي سددها وراح بجول كبير، وراح على البوكس، ودي نقطه من النقط اللي بيميز بيها. وخلي بالك الجول في الدقيقه كام؟ 94. وهو بيلعب لوحده في نص الملعب، ما انا بقول لك لحد الدقيقه 94. ما انا بقول لك هو حمدي هيبدا يعني ياخدوا خطوات الاسابيع القادمه دي، هيبدا ياخدوا خطوات مميزه ان هو يرجع لمستوى تاني. شفنا كمان
نزول جونيور اجايه. برضو جونيور مستر فايلر دلوقتي تاني مباراه يقعده، يمكن المباراه اللي فاتت تقريبا ما بداش بيه متهيألي صح على ما اتذكر، او دي اول مباراه يقعده. والمباراه اللي فاتت بدا بيه وخرج، المباراه دي قعده ما بداش بيه. اعتقد ان جونيور هيراجع حساباته، هيراجع حساباته، لان برضو فايلر بيوجه الرسائل او بيوصل رسائل ان ما فيش اللي مش هيحافظ على المستوى. مش كان احسن يلعب محمود وحيد قدام ايمن؟ ها ممكن، بس ممكن ممكن يلعب، بس يعني طالما انا عندي علي معلول، عندي علي معلول. لا انا بتكلم على اساس انت كنت بتتكلم بتقول ان محمود وحيد لازم ياخد يكمل وياخد فرصه، المفروض كان ما اعرفش وجهه نظر بتناقش معاك. خلي بالك غير اربع تغييرات بس، يعني كان ليه تغيير خمسه، يعني هو ممكن مكان جونيور يعني الاضافه عمال معاهاش اضافه جامده جونيور، ما لحقش الوقت. هو مش عايز يبعده برضه، هو مش عايز يبعده، عايز يوصل له رساله انه ماشي هو كده كده لازم ترجع لمستواك، والا مش هيفرق يا محمد. ما هو كده يكون كل الوقت حتى لعب جونيور مش هيعليه، ممكن يبقى ينزل في لعيبه بتقعد احتياط وبتنزل، خصوصا لو هيبقى اساسي ما بيديش الفعاليه اللي هي. انا كانت وجهه نظري هقول لكم حاجه، بس انا كان وجهه نظري يعني انا مناقشه معاكم الفتره دي كان ده محمود وحيد يكمل ايه هاني او كان مكان ايمن. لا ايمن انا بتفهم محمد ان ايمن النهارده عامل صلابه دفاعيه هو الثنائي، اكنه بيلعب ثلاثه بالظبط، احنا قلناها قبل يعني اكنه بيلعب ثلاثه مساكين وايمن عاملها باقتدار. بتكلم انت الفتره اللي اخذها جونيور ليه ما اخذهاش محمود وحيد؟ لعب مباراه سابقه وعايز برضه خد رجليه في الملعب، وبعدين في لقطه جت على على على, 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 على احتياط النادي الاهلي وبيسخنه، زعلان هو زعلان شكله زعلان طبيعي انت فاهم طبيعي. بس عشان كده بقول لك كانت حته كان هي تبقى يعني لفته كويسه من فايلر نفسه للعيب، لان لعيب بقى في الملعب هو كان متوقع ان يلعب، هو نفسه كان متوقع ان يلعب دي حقيقه. او يعني يبدا ماشي، بس حتى لو مش هيبدا يا ايمن كان هيشارك وقت كويس. لو انت بتفكر يبقى ده هيبقى بديل علي، ممكن يوسف قال الواحد لما بيلعب في المكان الاساسي بتاعنا ولا حد في مكان تاني لاعب برضه تأثر فيا. فالنهارده كانت فرصة كويسة جدا، بس هو جايز ما يعني احنا دايما بقول لك اللي على بره عوام شوية. هو دي فكرات تانية، احنا بس بنناقش نقطة كده في صالح اللاعب نفسه. ان انت إلى حد كبير اطمنيت المباراة يا أيمن، لازم نبقى واقعيين شوية. وادي دجلة ما عملش حاجة شوط تاني خالص، صحيح يعني ما عملش حاجة، ومش مش الخطورة اللي هي يعني حتى المشكلة كلها كانت على كرة ثابتة. وفرصة كانت في الشوط الأول اتكلم عليها يوسف الوقتي اللي هو اتعامل معاها الشناوي وطلعها. لكن احنا بنتكلم على استحواذ سلبي. ما هو لك يعني على فكرة الاستحواذ ده يعني لا حاجة كده مصطلح جديد، لكن هو مش 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 يعني مش 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 هيديك العلامة أو الشرط إنك أنت متفوق في كل حاجة. استحواذ ماشي، استحوذ زي ما أنت عايز في الآخر إيه؟ بالظبط. أنا ممكن أسيبك تستحوذ، لكن في الآخر مزبوط. النتيجة مظبوط. فاستحواذ بيقولوا عليه استحواذ سلبي ملوش أي قيمة خالص. هنتكلم على موضوع الاستحواذ ده بس بعد ما نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب برا ولقاء مع المدير الفني لوادي دجلة. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب فوز النادي الاهلي على فريق وادي دجله بهدفين مقابل لا شيء. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من المدربين الكبار اللي ظهروا في الدوري المصري بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجله اللي لعب مباراه كبيره النهارده. مستر فاسيليو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده وانت بتلاعب الفريق المتصدر على الرغم من الغيابات الكتير اللي عندك، لكن انت النهارده لعبت مباراه كبيره امام النادي الاهلي. You're playing against the top team in the league, and also you have suspension, three players suspended, and still you played a big game against Ahli. Thank you for the congratulations. I think we dominated the game against such a big club like Al Ahli, and I think that we deserve more than what we got in the end. شكرا على كلامك الاول. تاني حاجه احنا سيطرنا الماتش في معظم الاوقات وضد فرقه كبيره زي النادي الاهلي، وانا متهيألي ان احنا نستاهل اكتر من اللي حصل. يعني النقط في الاخر او الماتش خلص على ايه، هو شايف ان هو احنا نستاهل اكتر من كده. I think we were very organized in the game. We stopped Al Ahli from being dangerous, but on the other hand we played our football the way we train and with the way we play. في الاخر احنا كنا فرقه منظمه جدا، وشايف ان احنا كنا اخطر كمان في المباراه من الاهلي، بس احنا في الاخر لعبنا ولعبنا طريقه كورتنا اللي احنا بنتمرن عليها وبالطريقه اللي احنا عايزينها. My players show amazing mentality even after the 1-0 and I think we had a clear goal and it was disallowed. I don't know why we see it also now. There is nothing there.
So the game could be turned differently if we could have the clear goal we scored. لعبتي لعبة المباراة عقلية كبيرة جدا حتى واحنا متأخرين في النتيجة من النادي الأهلي لعبوا وكملوا وقتلوا وسجلنا جون أنا شايف إن هو جون أو هو شايف إن هو جون صحيح والماتش نتيجته كانت هتتقلب لو حصل وإن الجون اللي هو المفروض صحيح كانت حسب وما كانش اتلغى. اسال مستر فاسيليو على دي اول هزيمه لمستر فاسيليو مع تولي قياده فريق وادي دجله نقدر نقول هو اضاف الكثير لفريق وادي دجله صعب بيهم من المركز ال17 للمركز التاسع والنهارده شفناها في حاجه جديده شويه للتركيز على الكرات الثابته كانت من الامور المهمه لفريق وادي دجله النهارده فيرست لوس وذ وادي دجله كوتش يو امبروفد ذا تيم ا لوت يو كيم فروم 17 بوزيشن يو ار ان يو وينت تو 9th بوزيشن بات اولسو توداي وان اوف ذا ثينجز ذات يو كونسنتريتد ان وذ ذا سيت بيسز You tried to do some tricks and something in the set pieces, and this we are not used to see. Yeah, we are trying to improve in every situation and in every moment of the game. Set pieces are one important thing in football, and you can win games when you concentrate. And of course, we tried something in the training that went very well. And it's a shame that we didn't score the goal in the end. كور السبتة لحظة من لحظات المباراة أو مواقف المباراة المهمة جدا لازم تركز فيها في ماتشات بتتحدد بكور السبتة احنا اشتغلنا عليها في التمرين وحاولنا ننفذها في المباراة وده اللي حصل ومن المؤسف ان الجون ما اتحسبش أو ما سجلناش من الكورة السبتة أو الجون ما اتحسبش زي ما انتوا شفتوا يعني. عايز اختم مع مستر بابا فاسيليو على انطباعه عن الدوري المصري وهل شايف ان خلاص بنسبه كبيره النادي الاهلي بيحسم بطوله الدوري هذا الموسم your impression about the league Egyptian league and you think what you think الاهلي club has already won the championship وده كان تصريح ليه مسبقا قبل مع تولي القياده you said it before about the championship about that first of all is a very interesting league with many good teams and very good players دوري ممتع جدا بفرق كلها كويسه وعندها لعيبه كمان كويسه جدا I think the championship is end because the difference is very big to cover in 11 games الدوري حسم خلاص لانه ناقص 10 مباريات تقريبا وال10 مباريات صعب قوي الفرق ده يتجاب فيهم يعني فالدوري حسم بالنسبه للنادي الاهلي بشكرك مستر بابا فاسيليو وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه Good luck in the next games. Thank you very much. كابتن أيمن ده كان لقاءنا مع بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة الكلام كتير والكلام مهم وقال إن النادي الأهلي بنسبة كبيرة حسم درع الدوري لكن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في القادم من المباريات وأيضا نتمنى التوفيق لفريق وادي دجلة في القادم من المباريات من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام شكرا زميل العزيز فاروق صلاح من ملعب المباراة كابتن محمد كنا بنتكلم على الاستحواذ السلبي ونسبة الاستحواذ الكبيرة اللي كانت لوادي دجلة النهاردة وكان في تصريح طبعا شفناه من شوية المدير الفني ان هو قال كمان ان هم كانوا اخطر وجابوا جول واضح يمكن هو يعني مش دقيق في الحتة ديت لان النادي الاهلي طبعا هو اللي كان اخطر بالارقام ده ضربة جزاء وبالفرص طبعا هي بالارقام كلها وجبنا جول واضح ديت دي برضو عليها كلام كبير جدا ولغط هو بص هو طبعا يعني مستر فاسيليو عايز اقول ان هو مدرب جيد نتائجه مع وادي دجله نتائج جيده بصرف النظر عن تصريحاته النهارده بالنسبه للمباراه دي هنرجع لها لكن هو تولى تدريب دجله في ست مباريات الست مباريات عمل نتائج يمكن النهارده اول نتيجه سلبيه ليه لكن عمل 3 فوز متتالي وتعادلين مع الاتحاد ومع الاسماعيلي و كسبان المهصة كسبان ثلاث كسبان اللي انا عايز اقوله عجبني في حته اللي اتكلم برضو فيها او اللي احنا شفناها وكانت مميزه جدا حته الكرات الثابته يمكن ادى اكتر عملوا اكتر من كره ثابته النهارده باسلوب مختلف تحس ان هم متمرنين عليها محفظهم حاجه كويس نيجي بقى للهدف الهدف طبعا احنا لا جدال لان احنا في يعني حته تحكيم ولو ان انا وصلني ان جميع الحكام او جميع الخبرات التحكيم يعني اثبتوا وقالوا وكلهم اجمعوا ان الهدف فيه تسلل لمنع
ايمن اشرف الوصول للكوره يعني فاهم قصدي. فخلينا دي للتحكيم مش عايز اتكلم. انا فاهم مع كابتن ناصر عباس. بنتكلم على الخطوره. انا شايف لما تيجي يعني لو احنا عدنا ورجعنا تاني للمباراه هتبص تلاقي الخطوره معناها ان في فرص. عدد طبعا. الفرص اللي بتهدد مرمى الشناوي لا يوجد تقريبا باستثناء فرصه واحده اللي انا قلت لك عليها الشوط الاول اللي اتعملت بالراس وايمن ومحمد الشناوي قدر يمسكها. انما فيما عدا ذلك ما فيش يعني ما تقدرش خطوره على المرمى. فانا لما استحوذ ما انا ممكن اسيب لك الاستحواذ بالظبط. يعني النادي الاهلي مش دائما بيبقى هدفه الاستحواذ. في اوقات كتيره بيبقى هدفه ان هو يحرز هدف ان هو وبعدين النادي الاهلي اضاع بلنتي كمان اضاع ضربه الجزاء بتاعت قفشه يعني كانت ممكن النتيجه توصل 3 كمان صحيح. ف لا وفي حاجه كمان انت عارف هم مع تكيس كانوا مستحوذين كانوا بيخسروا وبيدخل فيهم جوال كتير مظبوط فهو الاستحواذ ما هوش الهدف الاساسي لكن انا بتكلم على ان انت في النهايه يعني لما اجي اخسر مباراه قدام النادي الاهلي فلازم ان انا ما اطلعش بقى اقول ان انا اخطر ولا حاجه لان في النهايه هي النتيجه ايه. انا هقعد اتكلم واقول او اعيد وازيد انت في النهايه لعبت مباراه كويسه وخسرت خلاص ماشي بتتكلم بقى لعيبتك تشوف انت خسرت ليه والكلام ده كله. لكن في الاعلام بحترم يعني فاهم قصدي ان انا اشيد بالفريق اللي كسب وخلاص. زي مباراه الزمالك الاهلي ضيع فرص كتير جدا والنتيجه في الاخر الزمالك كسب. الناس كلها اتكلمت ان الزمالك كسب لكن ما حدش بص للفرص ولا حد بص لان جينا بعد المباراه لو حسبناها بالارقام هتلاقي ان النادي الاهلي كان افضل. ولكن لما كابتن يوسف قال هي الكره نتائج يعني الكره نتيجه الكره نتائج. انا النهارده بايرن ميونخ كسب بطوله اوروبا هطلع بقى اقول اصله كانش بيلعب كره مش عارف ايه واصله خطف هدف مش عارف ايه. هو في النهايه بطل اوروبا خلاص. برشلونه كابتن من اكثر الفرق اللي بتستحوذ في العالم كله وفي الاخر السنه دي ما خدوش بطوله يعني ما خدوش بطوله السنه دي خدوا 8 بس ده كمان بعد الكورونا يعني هم كانوا قبل الكورونا كانوا ماشيين كويس وكانوا متقدمين ولكن بعد الكورونا كانت العمليه مختلفه تماما. بس المحصل ايه؟ ما فيش بطوله دخلت النادي بالظبط. كابتن عادل عايز وجهه نظرك الفنيه لاداء النادي الاهلي على مدار الشوطين. يعني في تحسن على فترات عن قبل كده يعني النهارده في حاجات ايجابيه جوه الملعب. لو جيت بصيت قبل كده لما كنت تيجي تطلع بتشوف اللعيبه كل تقييم كل لعيب لوحده لا التقييم ما كانش عالي. النهارده لا لو جيت قيمت كل لعيب لوحده هتلاقي تقييم عالي في عدد كبير من اللعيبه. يعني الشيخ ممكن تديله تقييم عالي النهارده تقييمه كويس. بادجي تديله تقييم كويس. مروان هتديله تقييم كويس. حمدي فتحي هتديله تقييم كويس. هاني هتديله تقييم كويس. ايمن اشرف في النواحي الدفاعيه هتديه تقييم كويس. مزبوط. احنا عندنا مشكله في الجماعيه لكن الحاجات الفرديه ده مؤشر كويس ان كل لعيب بدا يوصل لوحده لمنطقه كويسه بس لسه ما وصلناهاش جماعيا. يعني لو جينا بصينا لاداء كل واحد لوحده لا في تحسن. انا شايف في تحسن وفي حتى الحركه فيها في اختلاف في الحركه في الحركه بتاعتك في برده حركه اخف شويه من الفتره اللي فاتت. فلا انا شايف ان بدنيا النادي الاهلي كمان عمال يمشي في اتجاه كويس وممكن يكون الاداء الجماعي لسه ما وصلش لاحسن حاجه بس لما يديك مؤشرات ان في لعيبه بدات شويه تفوق لا دي حاجه مش حاجه وحشه حاجه كويسه ولازم نبني عليها. واتفقنا من قبل مباراه وادي دجله اللي في الكورونا من بدايه التوقف ان كل الفرق هتعاني بعد العوده وده شيء طبيعي وانا بتمنى ان احنا نخلينا ناخد الموضوع يعني على المدى البعيد. ما يبقاش النهارده بدات الدوري اقول لا ده انا كده عندنا مشكله لا احنا عارفين هيبقى في مشاكل ولكن المشاكل دي ليها تدريجيه وعندنا اتجاه كويس ان وانت في كل المشاكل دي في عز يعني في وقت الحرب النفسيه الشرسه اللي عليك اللي على لعيبتك واللي على النادي انت بتكسب صح وبتوسع فرق النقاط بينك وبين المنافس ليك اقرب واحد ليك واحيانا ما كنتش في افضل حياتي وانت اصلا مش في افضل حياتك ولغايه دلوقتي احنا مش في افضل حياتنا ولكن بالتدريج اللعيبه بدات شويه ترجع تاني. يعني في لعيبه كتير انا شايف ان عن بدايه لا في فرديا في تطور للعيب لكن جماعيا ليه علاقه شويه بطريقه اللعب بتجبرك انك في حاجات مش هتبان ممكن يكون كم الجري عالي والانتاج اقل لبعض اللعيبه لكن هتيجي النهارده هتلاقي مروان وبادجي لا اشتغلوا على الجول كتير هتلاقي في عرضيات في حاجات جوه الجيم لو انت بتتفرج هتضايقك شويه ان انت
بتبقى مش حابب النادي الاهلي حد يستحوذ عليه. صحيح. ومن النوادر ان النادي الاهلي يتاخد منه الاستحواذ، ولكن طريقه اللعب 4 4 2 عادي جدا، عادي جدا ان طريقه اللعب تتاخد منك 4 4 2 دي. 4 4 2 لو بتلعب بقى ديب، بتلعب من نص ملعبك والاثنين الفراده بتاعك جوه الدايره، صعب حد يعمل اي باس وراك. كل الباس هيبقى قدامك والاستحواذ هيبقى صعب، هتلاقي كور طويله للفريق الخصم. لكن شويه احنا بنلعب 4 4 2 وكان الملعب برده معمول ستريتش شويه. فدي ده مؤشر كويس ان في لعيبه بدات تفوق. لكن الجماعي هيجي مع الوقت لما نوصل لانسب تشكيل وانسب طريقه مناسبه للعيبه دي. ولكن اعتقد ان النهارده بصفه عامه الاداء الفني من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه افضل كتير أفضل من قبل كده فات. افضل من قبل كده، ده مفيش خلاف عليه. لا في، وده ده نتيجه ان كل واحد فرديا تطور. احنا بس بنتكلم في نقطه، احنا برضو الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا طول الوقت عايزين نوصل لاحسن حاجه. يعني احنا لو عايزين نيجي نقول هنطلع حاجات حلوه كتير، هنطلع حاجات حلوه كتير جدا، ومش هنتكلم في سلبيات، بس احنا طول الوقت عايزين نتكلم ان احنا مش هدفنا دوري. لا. احنا بنبص على بطوله افريقيا، وربنا كرم في بطوله افريقيا يبقى عندك كاس عالم. يعني طول الوقت بتفكر بتبني. صحيح. الحاجات اكبر، واحنا عايزين النادي الاهلي في احسن حالات بالظبط. والناس اللي موجوده كلها ناس لعبت وناس دربت على مستويات عاليه، فبالتالي انا مش، ما حدش هيجي فينا يقعد يقول الله ده في اجابات حلوه كتير جدا وينسى السلبيات. لا، كلنا مدربين، مدير فني النادي الاهلي، مدرب عابد النادي الاهلي فتره طويله جدا، مدربين صغيرين. صحيح. فكلنا بنتكلم في الكوره على اساس ان احنا نوصل لاحسن حاجه. مظبوط. فالنادي الاهلي لا، في اجابات كتير جدا، ولكن صحيح. احنا بنقول بنبرز الحاجات اللي ممكن تضاف ان النادي الاهلي يبقى في احسن حال قبل مباراه الوداد. واحنا في نفس الوقت زي ما قال الكابتن علاء في بدايه الاستوديو التحليلي، ان النادي الاهلي لا يقبل ابدا انه يكون نمره 2. دي حقيقه. احنا على طول نمره 1، وعشان كده احنا حتى لما بنجيب بعض الحاجات السلبيه او بعض السلبيات، لان احنا عايزينها تبقى ايجابيات بعد كده. بالظبط. يعني احنا عايزين النادي الاهلي قبل ما يوصل لماتش الوداد يكون في احسن حالاته الفنيه. انت الهدف الاول خلاص، انت بالشبه بتقطع فيه شوط كبير جدا ان هو بطوله الدوري، واقرب واحد ليك فرق حوالي 17 نقطه. ولو انت خسرت الماتشات اللي جايه كلها، يعني 20 بالثلاثة بونت مش ده هيتخسر. مش ده كده، لا، الفرق اللي بتنافسك كمان مش هتكسب كل الماتشات الجايه. مظبوط. الفرق دي هتقع تاني وانت طبعا. وارد انك تقع تاني. ده مش هو ده الهدف. أيوة. الهدف كلنا دلوقتي باصين لحاجه ثانيه، باصين لمباراه الوداد وبطوله افريقيا. بالزبط. ثلاث مباريات او مباراتين ايا كان ايه اللي هيحصل. بالزبط. في القرار اللي هيتاخد حاجتين، يعني بطوله، يعني مباراتين ببطوله كبيره هيخليك تروح منطقه ثانيه خالص في التتويج الافريقي والتتويج العالمي. فانت برضو لازم تفهم ان احنا بنبص لحاجات اكبر من ان انا ببص ان انا كسبت كام 2-0 ولا 3-0 ولا كسبت ماتش ديربي. صحيح. ولا كسبت ماتش، لا، في حاجات اكبر لازم نفكر فيها. مظبوط فعلا. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ولكن هنروح للبرتغال ومستر مانويل جوزيه عبر سكايب. مستر مانويل، مبروك الفوز والثلاث نقاط للنادي الاهلي النهارده. Pois, parabéns ao Al-Ahly. Fala, mabruk, Ned Lehli. E parabéns por esta vitória sofrida, digamos mabruk assim. Mabruk, ele que tem uma história. Digamos que acabou por ser justa. Lekin apesar el de que eu adil. Acho que o árbitro cometeu dois erros, na minha opinião. Na primeira parte, que tem خطأين. A penalti contra o Al-Ahly, porque o Rami Rabia com o braço empurra o jogador adversário e faz penalti, que o árbitro não deu. كان في ممكن كان في اشتباه في بينالتي على الاهلي. O cruzamento do Rami Rabia é marcado do lado esquerdo e o jogador, o último jogador, وكان في فاول بيتلعب ناحيه الشمال واخر لاعب كبسيه بولو في السنتر دار نو ستاين فور ذا جوب. كان كان في كوره ما كانتش اوف سايد، ما اتحسبتش الهدف. انا شايف ان اللي لعب الكوره هو ما كانش اوف سايد، بس ده كان من الزاويه اللي بشوفها عندي في التلفزيون. فشايف ان التحكيم مش متاكد، بس ما كانش التحكيم على احسن وجه. وادي في اخر دقايق كان
ساوفو كان في اخر دقايق في الشوط الاول كان عنده فرصه ان يجيب هدف، لكن بعد كده ما كانش عنده اي فرص لاحراز اهداف غير الفرصه دي. الاهلي دخل قوه جدا في المباراه وضغط في كل الملعب في كل المساحات، ضغط على فريق منافس ما سابوش يطلع من منطقته. كان في فرصه مروان ان يحرز فيها هدف ما حرزش، وكان في فرصه ثانيه في الدقيقه السابعه بشغل ممتاز من نمره 22 في اليمين، كان ادى فرصة كبيرة للأهلي يحرز هدف. وبعد كده على الدقيقة 15 في الشوط الأول الأهلي بطل يعمل الضغط بتاعه، وودي دجلة جات له فرصة لكن الأهلي بطل دخل يضغط الضغط المتقدم بتاعه وبطل يكون منظم في الملعب لغاية بعد قبل نهاية الشوط الأول بسبعة ثمان دقائق. اللي كان ماسك المباراة من غير ما يشكل أي خطورة كان هو ودي دجلة اللي اتحكم في المباراة. كانت مفاجأة ان يلعبوا 4-4-2 بصورة واضحة، ما دافعوش بزيادة عن اللزوم، لعبوا كرة كويسة بفرقة كان عندها فلسفة تنافسية، فرقة بتلعب في المركز ال 12 في الدوري لكن بتلعب بصورة تنافسية وبقوة. وكان في البينالتي الشغل بتاع النادي الاهلي كان من ناحيه الشمال كان ممتاز بالعرضيه بتاع جيرالدو، ومروان انهى الهجمه بجول ممتاز براسيه، لكن معظم الوقت اللي كان في 10 دقائق 15 دقيقه اللي بتكلم عنه الاهلي كان قوي طول الوقت ما عدا الاستثناء اللي 15 دقيقه الوادي دجله سيطر فيهم على المباراه 15 دقيقه دول. فالمباراه كانت عادله ونتيجتها عادله. ده رايي بس اللي بتكلم فيه، ممكن الأساتذة المحللين يكون لهم رأي تاني كباتن، لكن انا اشتغلت في وادي دجلة كمستشار فني، ففي كمان ود ناحيتهم، لكن النادي بتاعي والنادي الأهلي طبعا. انا شايف ان في رايي كان في قرارين سيئين للحكم، انا مش متاكد منهم، ان انا مش ما شفتش الكره من جميع النواحي، لكن ومباراة كويسة. الشوط الثاني كان فرص اقل لاحراز الاهداف، كان بعد كده الاهلي ابتدى كويس جدا، لكن ابتدى الاداء يقل لما وادي دجلة ظهر احسن وقرب اكتر من 18 بتاعت النادي الاهلي مرات كتيرة. ده خلاه يحرز الهدف اللي اتلغى، لكن بعد كده ال 2-0 النادي الاهلي اللي جاب فتح اللي جاب جون ممتاز وكل الفوز بتاع النادي الاهلي. هما اللعبتين عموما اللي بيتكلم عليهم مستر مانويل هنتكلم عليهم مع كابتن ناصر عباس في نهايه الاستوديو التحليلي النهارده، ولكن اللعبتين عليهم كلام كبير جدا، واعتقد ان الحكم كان مصح في قراره. مستر مانويل، كنا عايزين تقييمك لاداء النادي الاهلي في النواحي الهجومية والنواحي الدفاعية على مدار الشوطين. الأهلي مع 2 رأس حرب زي ما لعب النهاردة، مروان اللي كان أحرز هدف وهو اللي كان فعال أكثر. النهاردة ما كانش اليوم بتاعه الحرس حربة الثاني باجي، ما كانش اليوم بتاعه النهاردة، المباراة ما كانتش جيدة بالنسبة له. مروان كان أقرب من المرمى عنه وكان بيتمركز أحسن وكان متمركز أحسن منه عشان يقدر ينهي الهجمة.
أكثر من باجي. باجي النهارده ضيع جون في الدقيقة 71 كان الأهم دقيقة إنه يحدث فيها. وبيت بيت المباراة الأهلي زي ما لعب أساسا باثنين راس حربة خلق فرص أكثر لإحراز الهدف لأن زور الأكثر الأهلي مع اثنين لاعبين أقوياء وطوال قدام. على الرغم من ان بادجي ما كانش في احسن مستوى لي النهارده ده من الماتشات كلها اللي شفتها له الماتش النهارده كان اسوأهم بالنسبه له. الماتش اللي فات الاهلي قبل اللي فات الاهلي كسب 1-0 والنهارده في الشوط الأول جاب الهدف 1-0 فالفرقة راح دخلت غرفة تغيير الملابس بين الشوطين مرتاحة نفسيا أكتر ورجعت بثقة أكبر للشوط الثاني. أنا شايف أن مروان هو كان النهاردة أهم لاعب في المباراة النهاردة من رأيي. هل التغييرات اللي عملها مستر فايلر الشوط الثاني غيرت على أداء النادي الأهلي كناحية إيجابية؟ فعلا الريتم التنافسي تحسن كتير والضغط على الخصم تحسن جدا والاستحواذ على الكرة كمان تحسن. وفي حاجة قلتها قبل كده في الثلاث مباريات اللي فاتت وليد سليمان دخل لعب في مركزه ما ظهرش قوي في المباراه دي زي المباريات اللي فاتت لكن اهم حاجه انه لعب في المركز بتاعه اللي بيلعبوا فيه اللي بيلعب فيه اقوى منه انه يلعب في المراكز اللي على الطرف. فكان التغيير كان تغيير صحيح لان هو بلاي ميكر هو منظم للعب هو مش وينج واحمد فتحي كابتن الفريق دخل دخول كويس جدا من ناحية اليمين هو قوي لاعب قوي عمل عرضيات كويسة وزود القوة الهجومية للنادي في آخر تلت من الملعب في 18 بتاع وادي دجلة. فأنا شايف أن التغييرات كانت صحيحة والأهلي فاز وفاز 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 كويس. يمكن كانت طريقة اللعب النهاردة فيها ضغط شوية على اللاعب حمدي فتحي في نص الملعب لأن هو كان هو الوحيد اللي في نص الملعب اللي بيمتاز بأداء الخطط الدفاعية أو الطرق الدفاعية ولكن شفناه لحد الدقيقة 94 بيكمل وراء الفراودة ويمكن جاب جول صعب جدا من قذيفة صعبة جدا يعني كانت صعبة على الجول حتى أنه يشوفها أو يروح لها. فإيه رأيك شفت إزاي جول حمدي فتحي وشفت إزاي تطور أداء حمدي فتحي خلال الماتشين اللي فات؟ هو كان كويس طول المباراة كلها ما كانش بس اللحظة 94 هي لحظة كان فيها إلهام لي إنه يشوت هو شاط بقوة وكان فعلا قاصد على يلعب على الزاوية ديت مش شاط وخلاص فالشوطة راحت بصورة صحيحة على الزاوية اللي هو عايزها وكان جون ممتاز. أنا شايف إن الهدفين الأهلي هم أحسن من أحسن لحظات المباراة لكن قرارات الحكم كانت أسوأ لحظات في المباراة. ايه اهم ايجابيات النادي الاهلي النهارده؟ الاهلي كان في وشين للاهلي في الشوط الاول كان خلق فرصتين ثلاثه لاحراز الهدف ما قدرش يستغلهم ويحرز منهم اهداف لكن بعد كده في اخر جزء من الشوط الاول خلى وادي دجله تسيطر على المباراه
وادي الرسام سباس كي على الكيمياء وادي ديغلا كان خد شويه مساحات في اخر 15 دقيقه بعد ما كان الاهلي ضغط كل المساحات عليهم وخلاهم يلعبوا براحتهم في الفتره ديت بعيده عن الفريق الاهلي من غير الضغط. والشوط الثاني كان نفس الحكايه، الاهلي دخل كمان مره ثانيه بقوه جدا في بدايه الشوط الثاني، وبعد كده الريتم بقى ابطا في الضغط على الفريق المنافس وخلاه اداله فرصه للعب. وادي دجله بعد الهدف الملغي النادي الاهلي صحي تاني للمباراه وسيطر تاني على المباراه، وبعد التغييرات اللي ادت رتم اكتر وزي ما قلت من شويه وقوه اكتر نص الملعب وخط الهجوم في النادي الاهلي، وانتهت بجون ذكي وادى السعاده للاهلي وانهى المباراه بهدوء وبإرادة كبيرة عند النادي الأهلي اللي خلت الأهلي يبقى أقوى في النهاية بعد ما إدى بعض الفترات الفرصة لوادي دجلة اللي كان بيدافع بال 10-11 لعيب منتظر النادي الأهلي يقرب عشان يكسب الكرة. في عنده حاجة مهمة جدا لا وادي دجلة ما كانش بيستغلها اللي هو الوينج اليمين بتاع وادي دجلة 22 لاعب قصير، هو اسرع لاعب موجود في الملعب. وادي دجلة لعب في الكرة في العمق في اول مباراة اللي خسرها في الاخر، لكن هو عدى كل الناس بسرعته، لكن بقيه المباراة كلها ما استغلوش سرعة اللاعب دوت، كانوا دايما على الناحية الشمال ما هجموش خالص من ناحية اليمين، وهم لو كان وادي دجلة استغل سرعة اللاعب دوت ناحية اليمين وعملوا هجمات اكتر كان ممكن يعملوا خطورة على دفاعات النادي الاهلي. لان احنا بنرجع تاني نقول ان مركز الدفاع في رامي ربيعة وياسر ابراهيم لاعبين واقفين في مكانهم، كان عندهم بس بعض الاخطاء النهارده ان هم في التمركز وفي المراقبات الفرديه، واتمنى ان الحاجات دي تتعدل قبل ما يلعبوا في المغرب، لان الاهلي لازم يكون قوي جدا دفاعيا عشان يقدر يهاجم بامان اكتر. يمكن انت اتكلمت عن الاستحواذ بالنسبه لفريق وادي دجله، ولكنه في معظم المباراه كان استحواذ سلبي، يعني بدون خطورة على المرمى، يمكن النادي الأهلي هو اللي كان أخطر على المرمى. فعلا ان وادي دجله ما خلقش اي فرص لحراس الاهداف، لكن الاهلي سابهم يدوروا الكوره، وهو ده اللي كنت بتكلم فيه. لكن معظم الشوط الاول اللي كان متحكم في المباراه كان النادي الاهلي، وادي دجله كان ليه فرصه واحده بس في بدايه الشوط اللي الشناوي صدها، لكن في انا بتكلم في 15 دقيقه ديت ان كان معاهم الكره وقت اطول من الاهلي الاستحواذ بتاعهم، وكمان في اخر 15 دقيقه في وسط الشوط الثاني قبل التغييرات اللي عملها النادي الاهلي اللي خليته سيطر ثاني على المباراه وكان خلى عزل الاستحواذ خالص عن وادي دجله، ده خلاه خلق فرص اكتر لاحراز الاهداف على الرغم من وادي دجلة احرز الهدف اللي اتلغى دوت، لكن الاهلي كان مع وقت كبير للاستحواذ وساب بس الفتره دي للاستحواذ لوادي دجلة. رجل المباراه من وجهه نظرك مستر مانويل كومو؟ شايف ان اخطر لاعب في جوه ال 18 على الرغم ان جاتلوش فرص كتيره وجاتلوش كور كتير وعرضيات جوه ال 18 هو كان مروان
ورجع سرد الثقه تاني بعد الهدف اللي جابه في الجونه بعد مباراه الزمالك. والنهارده ابتدى المباراه وجات له في اول دقايق كور عرضيه كان ممكن من الراسيات يحرز فيها هدف، وجاب جون ممتاز من راسيه اللي انهى الشوط الاول. هو ممكن يكون رجل المباراه لان هو من ناحيه النفسيه ومن ناحيه المعنويه قدر يتخطى كل الانتقادات اللي توجهت له في الفتره اللي فاتت اللي كانت هدامه الانتقادات ديت، لكن هو لعب دخل وادى نفسه للمباراه وتفانى في اللعب وعشان يتخطى اللحظه ديت. واحسن رد ادى الانتقادات اللي كان بيتكلم وحش جدا عنه كلاعب، هو احرز هدفين اللي بين ان هو ذهنيا هو لاعب قوي جدا، استحمل كل الانتقادات والرد اللي اداه ان هو كراس حربه يهرس اهداف. وانا شايف انه كان راجل المباراه عشان الاسباب دي. اشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل، وعلى تواصل المباريات القادمه ان شاء الله. واكيد الكابتن ناصر عباس هيحسم الجدل التحكيمي في الكورتين اللي كان عليهم قلق الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن اعتقد ان قرار الحكم صحيح بنسبه 100%. كابتن محمد، عايزين نتكلم على الناحيه الشمال وتاثير غياب علي معلول في الناحيه الشمال النهارده وخصوصا في الواجبات الهجوميه. طبعا مأثر علي من مفاتيح لعب النادي الاهلي، ويعتبر مفتاح كمان يعني مفتاح لعب تقيل. اولا لاجادته النهايات ده رقم واحد. رقم اثنين علي مميز في بناء الهجمه من ناحيه الشمال، يعني علي ممكن يبتدي لك الهجمه من تحت وينهيها في ال بكروس او بباك باس او بعرضيه من بدري، يعني بيجيد عمل عرضيات من اماكن مختلفه، ممكن يعملها في الاخر كروس، ممكن يعملها من بدري ورا الديفنس بحيث المهاجم يقابلها اليوباجي او مروان او ايا كان، حتى لو قفشه مكمل وليد سليمان مكمل، يعني بيعمل عرضيات من اماكن مختلفه. فعلي معلول لا غنى عنه في الجبهه اليسرى، بالاضافه انه كمان من اللاعبين المميزين في الاستحواذ، يعني علي معلول ما يفقدش الكره بسهوله. صح. تحت ضغط يقدر يلعب معاك. في لعيبه لما المنافس بيبدا يضغط بقوه ومستوى، كل ما مستوى المنافس هيعلى كل ما هتلاقيه بيعمل ضغط عليك اقوى. صح. وبالتالي هيبان هنا اللعيبه التقال اللي بيقدروا يستحملوا انه يستحوذ تحت ضغط ويمرر تحت ضغط ويشتغل تحت ضغط. علي من اللعيبه اللي تقدر تعمل ده، بالاضافه انه كمان بلاحظ كل ادائه لو انت تابعته هتلاقيه يباصي وبعدين يديك حل. صح. يباصي يعني انا ممكن يباصي يقف، ممكن انا بصيلك واسيبك وانت تتصرف، لا هو بيبصيلك وبعدين يتحرك لك. صحيح. عشان يديك حل تاني وبعدين وهكذا. صحيح. فبيقدر يركب جمل كويسه جدا طبعا مع جونيور اجاييه، هو الافضل في الجبهه اليسرى، بس طبعا في حاله جونيور، في حاله الحاله اللي تكون عليها جونيور اجاييه حاله مميزه، لا علي وجونيور بيعملوا جبهه قويه جدا. صح. فهو يعد من احسن اللعيبه، بالاضافه طبعا لمنتخب تونس، هو طبعا لاعب اساسي في منتخب تونس. ف النهارده افتقدناه، ايمن ادى المطلوب منه في حدود الشغل بتاعه. كنت اتمنى وبكرر تاني ان كنا نشوف محمود وحيد على اساس ياخد ثقه، وعلى اساس ان هو يعني يبقى، عايز اقول ايه، ان يبقى فيه برضو انت كل ما بتدخل لعيبه وتاخد ثقه وتادي بشكل كويس دي ميزه. مزبوط. دي ميزه ليه؟ لان انت بتوسع قاعده اختياراتك. لا قدر الله ممكن يحصل حاجه، يحصل اجهاد، يحصل اصابه، يحصل حاجه، ما تبقاش انت عندك لعيب بعيد عن الفورمه يعني. ماشي. بس احنا اتكلمنا عن حمدي فتحي، ومستر مانويل اتكلم على مروان محسن، ومعانا ارقامهم. يعني حمدي فتحي النهارده لعب 101 دقيقه، جاب جول، تمريراته 46 تمريره صحيحه من اصل 48 تمريره صحيحه. كابتن عادل هرجع لك دي. والتسديدات كوره من ضمن ثلاث كور على المرمى.
بالنسبة لمروان محسن لعب 78 دقيقة، جاب جول، تمريراته الصحيحة 9 من 10 تمريرات، وتسديدات 3 على المرمى من أصل 3. يعني حتى الأرقام بتدل على إن الاثنين دول من نجوم المباراة النهاردة. دي حقيقة. هو يعني الأفضلية تروح لحمدي شوية، يعني مستر مانو اتكلم في نقطة نفسية لمروان، إن مروان قدر يعدي مرحلة اللي كان فيها نقد كبير جدا، فدي اللي رجحت اللي هو خلاها ترجح كفة مروان شوية. وعلى الورق الاثنين أدوا بشكل كويس جدا، وحمدي برضو يعني بعد فترة طويلة من الإصابة، قعد فترة طويلة مصاب، بعد كده رجع، كان في كورونا برضو لما رجع التمرين، بعد كده جات له كورونا وبعد كده وقفته شوية، وبعد كده رجع الماتشات تاني. أعتقد حمدي يوم بعد يوم، هو خلينا نتفق إن حمدي فتحي من أحسن الصفقات اللي اتعملت في وسط الملعب في النادي الأهلي آخر 10 سنين، في وسط الملعب بالذات. عمل صفقة هايلة، صغير في السن، مقاوماته البدنية كويسة جدا، مقاوماته الفنية ترتقي، إنه يلعب في كذا مكان، يلعب 6 يلعب 8، فدي حاجة من الحاجات الكويسة، من إن أنت لما تيجي تشير لعيب جوكر يتستفاد بيه في كذا مكان. حمدي وارد جدا في الماتشات بعد كده، ممكن تتزنق لعبه مساك برضو، ما فيهاش مشكله، هيبقى في حلول كتير جدا، يلعب معاك 2-3-1، يلعب معاك 3-3، عنده حلول كتير جدا. وانا شايفه من مكاسب اللي دخلت النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هو وزي ديانج والسوليه برضو قبلهم. فانا شايف ان انا حمدي، يعني انا اديله راجل مباراه النهارده. انا عادل مفيد في ايه كمان؟ في الضربات الثابته، يعني الضربات الثابته الهجوميه والدفاعيه. حمدي فتحي من اللعيبه ودي هتقابلنا لما هنلعب الوداد، وعليك فاولات جانبيه، عليك ضربات ركنيه، عليك حمدي فتحي من الناس اللي لما تمسكها بيبقى في لعيبه كده، ايه، 5-6 لعيبه تقول لهم تمسك مان مثلا، او لو هتلعب زون ايا كان، هو من اللعيبه اللي تقدر تعتمد عليه. اولا ده اللي علينا، ده الدفاعية وفي الهجومية كمان بيطلع، وأحرز أكتر من هدف يمكن السنة اللي فاتت، الموسم الماضي أحرز كذا هدف من كرات ثابتة براسه، فهو مميز في الحتة دي يعني. فخلي بالك الحاجات دي في الماتشات الكبيرة بتفرق جدا. طبعا. أنت النهاردة مثلا تخاف جدا من الفاولات اللي عليك، صحيح. لو أنت ما عندكش ناس بتلعب بدماغها كويس، صحيح. فتيجي مثلا أنت بتلعب الوداد في المغرب، او بتلعب نهائي افريقيا مثلا مع فرقه بتجيد بكره ثابته، لعب الراس في الكرات الثابته تبقى خطر جدا. الترجي قعد فتره طويله جدا بيكسب ماتشات بالكره الثابته، بس ماتشات بالكرات الثابته بيطلعوا في الكرات الثابته وبقوه. خلي بالك ده في الدوري التونسي وفي البطوله الافريقيه كمان. تمام. فانت لما بيكون عندك لعيبه اقوياء بيقدروا يلعبوا الكرات الثابته الدفاعيه، ويكونوا في صلابه وفي قوه وفي قوه التحام، الحاجات دي بتريحك جدا. وفي ماتشات زي ما انا بقول لك، يعني انت تلاقي الماتش كله ماشي زي الفل، المشكله كلها بتيجي لما تيجي ضربه ثابته عليك. صحيح. بس صحيح. طيب رجل المباراه من وجهه نظرك؟ حمدي فتحي. كابتن علاء، رجل المباراه؟ لا، هم في 3 كانوا كويسين. انا عايز واحد. معلش. من الاخر كده اعصر دماغك واديني واحد. الخطفة. لا، مش عاصر دماغي ولا حاجه. استنى ليه اعتبارات؟ ما علينا مروان. ما علينا مروان، يعني تتفق مع مستر مانو. طيب كابتن محمد. انا اديها لحمدي فتحي. حمدي فتحي. انت اللي هتحسم يا بطل. لا، انا هديها لحمدي، لان حمدي لعب الماتش كله وفعلا تعب، زي ما كابتن يوسف قال ان هو كان شايل نص الملعب لوحده. طبعا قفشه كان معاه، كان بيزيد الشوط الاول دايما، وحتى الشوط الثاني برده لما نزل وليد سليمان برده كان شايل النص الملعب لوحده، فدي حاجه تحسب له. وطبعا ده ما يقلش من اداء مروان المميز النهارده واحرازه الهدف الثاني في الفتره اللي فاتت يعني. فان شاء الله حمدي فتحي. يبقى حمدي فتحي هو رجل المباراه من وجهه نظر نجومنا الاعزاء. قلت مروان 3-1، انت قلت نجومنا فانت جمعتنا، قلت 3 وعلاء المروان. الغالبيه حمدي فتحي. يبقى حمدي فتحي هو رجل المباراه. انا قلت مروان. والكابتن علاء قال مروان. اوكي. هنتناقش في كل دوت مع القضايا التحكيميه مع كابتن ناصر عباس، ولكن بعد هذا الفاصل.